ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري هكذا حدث ما نسمح لك بهالكلام. كنت أقضي أياما طويلة من الصيف السوري اللاهب في بيت عمي ببلودان قرب دمشق حيث الطقس اللطيف البارد، وكان أهالي دمشق يهربون إلى بلودان وباقي المصايف كل يوم جمعة، فكانت بلودان تكتظ بالسيارات مساء الجمعة إضافة إلى المشاة. كانت السيارات تمشي ببطء شديد من شدة الزحام في تقليد متعارف عليه هناك، وكانت الموسيقى القادمة من السيارات تختلط ببعضها البعض في فضاء الشارع بانسجام غريب. بيوت بلودان تؤجر باليوم وبأسعار سياحية نارية تكوي المصطاف الهارب من جحيم الطقس في بلده، لذلك فإن معظم المصطافين الذين كانوا يستأجرون هم من السواح العرب الخليجيين حصرا الذين كانوا يأتون مع عائلاتهم إلى الزبداني وبلودان على مدار فصل الصيف. ولم يكن هؤلاء المصطافين من الأغنياء غنى فاحشا في بلادهم، بل كانوا من طبقة الموظفين في الخليج في أغلب الأحيان، لكن فرق الرواتب وفرق العملة كانا يجعلاني من الموظف الخليجي مليونيرا مقارنة بالموظف السوري المعروف بالمنتوف. فالأغنياء من الخليجيين كانوا يأخذون الصيف في لندن ومربية وباريس يا غالي، وكنت يا أبو شريك كل ما شعرت بالشوب في الشام اتجهت إلى الكراج وينك يا بلودان، وهيك وصلنا لهنيك. وبعد السلام والكلام اكتشفت أن هناك ضيوفا كويتيين، عائلة كويتية تسكن في الطابق الأول من البيت. الأب وهو صديق لعمي من اليساريين الكويتيين القدماء جاء ليقضي فترة النقاهة في بلودان بعد إجرائه لعملية جراحية في القلب، وزوجته المتعلمة المثقفة وبناته الطالبات الجامعيات، إضافة إلى صبيين صغيرين يقومان بممارسة هواية اللعب منذ الصباح الماكر. كانت الجلسات في حديقة المنزل مساء تجمع الجيران والضيوف، وكانت النقاشات تحتدم في كثير من الأحيان بسبب تواجد بعض الفهمانين من أمثالي اللي بياخدوا وضعية الضرس أو المعلاء وما بيمرقوا كلمة هيك. وهيك صار، اجت سيرة صدام حسين وقام هالبنات الكويتيات قعدوا يمجدوا فيه، وباقي السهرانين ما حكوا شيء، وكانت القصة مارقة لولا أنني كترت غلبي واعترضت على تمجيدهن للطغاة. قام فتحوا علي أبو شريك بوابات الجحيم على الطريقة الكويتية، وعلى ما نسمح لك بهالكلام، وهذا صدام بطل القادسية وحارس البوابة الشرقية. قام أنا جاوبتهم بأنه وين البطولة بجر العراق لحرب عبثية، وين البطولة لما بيقتل شعبه، وين البطولة لما بيشلف كيماوي على الأطفال. قام بلشوا يعلوا صوتهم أكثر مشان يسكتوني، ووصلت صوتنا لفوق لعند الكبار اللي كانوا سهرانين بالطابق الأول، وأجتنا التعليم من فوق انه ننهي هالنقاش. قام انا حملت حالي ورحت على غرفتي حردام من القعده كلها، بس قبل وانا وماشي التفت عليهم وقلت لهم على فكره بكره الصبح رح تفيقوا ورح تلاقوا صدام محتل الكويت. فقت الصبح وفتحت الراديو لاتسمع على فيروز باعتباري مثقف، وبرمت الابره على اذاعه مونتي كارلو وكانت طالعه الموسيقى تبع نشره الاخبار. وما اسمع لك يا ابو شريك غير خبر انه الدبابات العراقيه صارت بنص العاصمه الكويت، وحارس البوابه الشرقيه حدر للجنوب. ونطيت من اربعتي وانا وعم بفرك عيوني، هل انا في حلم ام في علم؟ في علم يا ابو شريك. والحالة تغير بعقل البنات الكويتيات وبلشوا يسألوا اكتر عن تفاصيل وحركات الطغاة، وهن مصدومات ومو عرفانات شو بدهم يعملوا، لا عاد في مكان يرجعوا له وما عم يعرفوا شو وضع اهاليهم اللي بالكويت، مين عاش ومين مات، بس عم يسألوني معتقدات انني املك كل الاجوبة على اسئلتهن. وناطرات الكلمة مني على احر من الجمر بعد ما كان النقاش معي مبارح تحت شعار ما نسمح لك بهالكلام. هكذا حدثنا دمشق. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.